يظهر مرة أخرى سيداتي وسادتي هذا الوجه وهذا الصوت الذي نفتقده دائما إلا باستثناء أيام الشتاء والبرد والموجات الثلجية وغير الثلجية. محمد الشاكر، صباح الخير أبو حميد. صباح النور. كيف الله البداية؟ كيف حالك دكتور؟ تمام. وعندما ماتت زاهدة شو أخبارك؟ والله بخير، كيف حالك أنت؟ تمام الحمد لله. بس نشعر بالبرد أو نشوف ظواهر الشتاء مبكرا بنقول وينك يا محمد الشاكر؟ يعني الحمد لله وجهي خير. وجهك خير دائما إن شاء الله. قل لي شو الوضع، شو بصاير معنا؟ والله يعني أول شيء طبعا بصب عليك دكتور بالخير وعلى جميع المستمعين. احنا امبارح دخلنا في الاعتدال الخريفي. نعم. وبهيك احنا اكتملنا شروط دخول فصل الخريف، صرنا دخلنا رسميا في فصل الخريف. وفصل الخريف زي ما احنا بنعرف هي فترة انتقالية في منطقتنا. نعم. ما بين الصيف والشتاء. بس اليوم المرة هاي شوي الامور مستعجلة زيادة، في عندنا منخفض جوي نهاية هذا الاسبوع. نعم. اللي هو اعتبارا من هاي الليلة، هذا منخفض مبكر طبعا يعتبر. نعم. متوقعين انه تنخفض درجات الحرارة بشكل كثير واضح، وفي متوقعين ان شاء الله ربنا يرزقنا بالمطر. نعم. في مناطق عدة خاصة بعد منتصف هاي الليلة وصباح يوم غدا، طبعا على شكل زخات بمعنى اخر مش مطر متواصل طول النهار. نعم الحار. طبعا. وحتى يعني المؤشرات كويسة إنه مش مناطق في الشمال والوسط والجنوب حتى. نعم نعم. بما فيه إن شاء الله العاصمة عمان، وبيستمر هذا الوضع حتى ساعات مساء يوم الجمعة. نعم. وبعد ذلك يعني بتحرك منخفض مبتعد عن المنطقة وبترجع درجات الحرارة ترتفع مرة ثانية يوم السبت. يعني درجات الحرارة في أدناها قديش بتوصل عشان الناس بس؟ يعني ليلة الجمعة السبت تقريبا في العاصمة عمان 13 درجة مئوية، 12 درجة مئوية، وبالتالي ليلة الجمعة السبت بنحتاج لأنه نغير من ملابسنا. بدنا ننزل الجاكيتات، نزل. بس جاكيت واحد. يعني. نعم. مش جاكيتين. نعم. طبقة واحدة زيادة رح يكون محتاج. لأنه نعم. بعد ذلك رح ترجع ترتفع درجات الحرارة. نعم. ليلة الخميس على الجمعة اللي هي الليلة القادمة درجة الحرارة تكون 16، بكرة درجة الحرارة رح تكون هي الأبرد منذ تقريبا بدء نعم. الربيع الماضي. طبعا المطر بكرة لأنه أول شتوى، كثير بنحب ننبه على الناس من خطر الانزلاق على الطرقات. طبعا. ننتبه دائما من هذه النقطة، دائما إحنا عندنا الشتوى الأولى فيها انزلاقات كثير بتكون في الشوارع نتيجة انقطاع المطر فترة طويلة. نعم. وايضا طبعا مناطق خاصه الناس هسه بلساتها بتطلع تبعد بكره عن مناطق الوديان اللي بيحب يطلع، لانه بيكون في عندنا برضه فتره طويله التربه لما تتعرض لمطر فبيصير في عندنا جريان للاوديه. طبعا. ويكون انتباهنا انه نبعد عن مناطق المنخفضه او المنحدرات في هيك ظروف جويه، وكمان ننتبه على حبايبنا وكبارنا وصغارنا من تغير الطقس. يعني احنا محمد نحكي عن تقريبا 72 ساعة من المنخفض، وبعدها بنخرج ان شاء الله عودة صحيح. للأجواء المعتادة، ترجع حتى الأجواء تقترب مرة ثانية من الصيفية، وهذا هو ميزة فصل الخريف عندنا في الأردن. بيضل في بعض الأجواء الصيفية بيضلها موجودة، وبتنجح بعض المنخفضات والأجواء الباردة بالوصول، بيضلها الأمور على ما هو عليه تقريبا حوالي شهر زمان، بعدين كل ما دخلنا نقترب من شهر 11 بتطلعها تنزل أكثر طبعاً درجات الحرارة إن شاء الله. أشكرك. طبعاً نعم تفضل. هاي الشتوى كثير كويس إن شاء الله ربنا يرزقنا فيها لا زيتون وزراعة. مبكرة كثير. طبعاً لأنها مبكرة كثير بتفيد. بدي أشكرك شكر جزيل الحبيب محمد الشاكر، كل عام وانت بخير، ولنا لقاءات كثير إن شاء الله خلال هذا الموسم، وكل عام وانت بخير جمهور الحبيب وناسنا الطيبين وبلدنا الغالي، ويعني إن شاء الله أيام طيبة. صباح الخير. مبارك مبارك مبارك.